ايه الخبر ده؟ ابو ظهر فوز نصيحت قضية الارض. هو الكرة في ايدك. ابو فوزي ده كان بيهددنا لما كانت قضيته قدام سالم. يمهل ولا يهمل، مين عارف؟ ما يمكن اللي اسمه فوزي ده لولو يد في ما حصل لسالم. الله يسلمك، طمنيني كويسين؟ بتبقى عليكي يعني الحمد لله. لما اشوفك بقى اقعد احكي لك الهم اللي على القلب. خلاص بعد المغرب هستناكي. بقول لك ايه كحاز، في واحده جت سالت عليكي مرتين. واحده مين؟ بتقول انها مرتها غلطان. غلطان؟ سلام يا حبيبي.
الزمر وترمي في السجن. معقولة تبقى نهايتك يا فوزي يا صاحبي؟ معقولة تبقى نهايتك؟ لا مش مين يا عز؟ حاضر. صباح الخير. ده بيت عم رجع عبد الصمد كده. ايوه يا حبيبتي اتفضلي. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي اتفضلي يا حبيبتي. وفرجالك ما يجرانا الحاجه ده؟ لا لا ما فيش اي حاجه. امال في ايه؟ هو حضرتك تبقي مين؟ انا ودان حسيني محاميه. محاميه؟ ده يبقى في حاجه بقى. بنتي عزه هاتي فنجان نعمل للشاب قهوه. حضرتك تحبيها مظبوطه ولا سكر زياده؟ انا مش جايه لك. انا جايه ليا عندك خدمه. لو في ايدي من عليا انا عايزه اقابلك. انت مين بالظبط يا ست انت؟ ما انا قلت لك محاميه وعندي قضيه وفيها سؤال محيرني ورد السؤال ده عن ابني. هو اسمه ايه؟ اسمه النبي حارسه. اسمه النبي حارسه؟ اسمه كده. طب انا عاوز اقابله. ما كانش يتعز. ابني زي في بلاد الله الواسعه ومش عارفه له طريق. هو مسافر؟ تايه في بلاد الله الواسعه. فين بالظبط؟ بقولك ايه يا ست انت؟ لو في حد بعتك علشان تعرفي طريق ابني بلغيهم ان انا معرفوش طريق. مين دول اللي بعتين؟ بقولك ايه؟ تشربيها ساده ولا سكر زياده؟ اشربي يا قهوتك واهدي علشان نعرف نتكلم. نتكلم في ايه؟ انا كل ما اقرب من الحقيقه الاقيها بتبعد عني. كل ما احلم حلم وعيشه الاقي راح. انا حاسه زي ما اكون غرقانه في بحر غويط ملوش قرار. كنت بسعى على ابني فرغلي كل امل اني اوصل اول الخيط لقيته انقطع من اول الطريق. مفيش امل بعد كده. انا ارفض كلام ده نهائي. وانا كمان بصراحه ما تتصورش انك هتسلمي بالسرعه دي. اسلم ايه؟ انا من يوم الحادثه وانا بجري ورا حقي. من يوم الحادثه وانا مش عايشه غير الهدف واحد. قولي على عمران يتكلم وقولي ايه اللي حصل. كلامه زود همي وقفل لي كل الابواب ومفيش غير باب واحد بس. اسمه ابن فرغلي. وليه ما يكونش فرغلي نفسه؟ فرغلي؟ طب ده هنوصله ازاي؟ من حقها كمحاميه انها تزور اي سجين. معقول؟ انا اقدر ازور فرغلي؟ ايوه طبعا. أنا هكلم لك وكيل نيابة صاحبي عشان أعرف منه بالظبط. ولو إني متأكد. يحيى العدل. يحيى العدل. إيه في إيه يا عليش؟ العمال في السجن هناك اهو. شرف معانا. ازيك يا عليش؟ زي ما انت شايف مرمي في السجن وانت الوحيد اللي عارف المظلوم واتخذت على اخوانا. انا ما ضحكتش عليك وانت كنت عارف انت بتعمل ايه كويس. كنت تقدر اجر عليه. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ كانت مرارة الفقر هي اللي سد حلقي. اسمع، احنا في سجن واحد انما من لحظات لا انت تعرفني ولا انا اعرفك. اهلا يا زمل. اهلا. انت كمان عايز ايه؟ عم فرغالي زميلي اترمى في السجن ظلم زي بس عم فرغالي بقى مظلوم بحقه حقيقي. لما تسمع حكايته تصعب على الكافر. وانت حكايتك يا فرغالي يا بيه خير؟ ما عادش ينفع دلوقتي. ما عادوا الصفاره لازم يخش الزنزانه. يبقى احكي لك جوه في الزنزانه ولا يكونش عندك مواعيد. قلقان ليه؟ مش عارف. نفسي ربنا يقدرني واصبر لحد يوم السبت. تفتكري يا وداد فرغالي ممكن يتكلم؟ شوفي يا سلام، انا لما رحت للنائب العام كنت بعته عشان اقفل ملف القضيه قال لي لو لقينا خرم ابره وصلنا للحقيقه
هنفتح الملف تاني. يا رب. على كل حاجة مفيش حاجة في الدنيا مستحيل. وانا هعمل مستحيلات ان شاء الله هتوصل. المهم ما تقوليش اي حاجة حاني. ليه يا بابا؟ ليه ما تقوليش؟ انا سمعت كل حاجة. وبعدين طالما حضرتك مسافر عشان حاجة تخص قضية بابا يبقى ربنا معاكي. يا حبيبتي يا حبيبتي. يا ماما انتي مصورة ان انا ناسية. انا حاسة بيها جدا. وبعدين طالما حضرتك مصممة انك توصلي الحقيقة يبقى ان شاء الله لازم توصلي. لازم نبقى كلنا جنبك ومعاكي. تروحي اسكندرية وتيجي الف سلامة. اتفضل. واحدة واقفة بطلت بساعدك يا فندم. خليك اتفضل اتفضل. اتفضل يا فندم. صباح الخير. صباح الخير. اهلا اهلا يا استاذ. اتفضل يا فندم. شكرا يا فندم. الاستاذة ودان الحسين. المحامية. اهلا بيك يا فندم. اشربي ايه؟ يعني لو كوباية مية كفاية. لا طبعا مش كفاية. عبدو هات حاجة ساعة بسرعة وكوباية مية. لا لا يا فندم. ما كنتش فاكرة يا فندم. طلبات ايه يا فندم؟ أنا عندي قضية ومحتاجة فيها شاهد لبراءة موكل. والشاهد ده فين؟ عند سيادتك يا فندم. عندي أنا الست؟ محكوم عليه بالمؤبد. قضية معروفة قضية الشقة. هو اسمه إيه؟ دي كل المعلومات عنه. فرجاني عبد الصمد جابر. يا ريت عبد الرب. طب اتفضلي اشرب حاجة الساعة أول عشان أهدي الحر. مش فاهم. قلت إيه حضرتك؟ من حيث المبدأ أنا موافق. كويس أوي. لكن أجيبهولك دلوقتي مش ممكن. أنا ممكن أنتظر. المسألة مش كده. دي فيه إجراءات لازم تتم. والإجراءات دي تاخد قد إيه؟ يعني مش أقل من أسبوع. إيه؟ أسبوع؟ يوم السبت زي النهاردة تشرفيني حضرتك. وقبله؟ هتلاقيني محضره وتقابليه عندي هنا في البيت.